طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. On sait que l'esclavage et la pratique à la drogue sont définis dans la Convention des Nations Unies. تنظم وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوروبا ومع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد الملك السعدي ورشة تحسيسية حول موضوع التجارة بالأشخاص لفائدة الطلبة وأيضا الأساتذة الباحثين والأساتذة الجامعيين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الإيمان القوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة التجارة بالبشر والوقاية منه التي تشرف عليها وزارة العدل بالانفتاح على الجامعة وأيضا على البحث العلمي النظر الأهمية ديالو في تقوية آلية الترافع في مجال ديال مكافحة التجارة بالبشر والوقاية منه، زيادة أيضا على أن من بين الاختصاصات الأساسية للجنة الوطنية هو النهوض بالأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع ديال التجارة بالأشخاص والوقاية منها. وهذا اللقاء يأتي في إطار تأكيد هذه الإرادة نحو الانفتاح على الجامعة من خلال يعني تمكين الطلبة والأساتذة الباحثين من أدوات القانونية ومؤسساتية اللي عندها صلة بموضوع ديال التجارة بالأشخاص، سواء فيما يتعلق باكتساب معايير دولية أو أيضا ما يرتبط بالمقتضيات ديال القانون الوطني، مع أيضا تمليك الطلبة والأساتذة الجامعيين بعض الأدوات فيما يتعلق بالتحليل من خلال الاطلاع على بعض النوازل العملية مرتبطة بحالات متعلقة بالتجارة بالأشخاص وأيضا تقريب حتى العمل القضائي. On est là pour un atelier sur la question de la traite, de la lutte contre la traite des êtres humains. Cet atelier fait partie d'un programme mené par le Conseil de l'Europe avec les autorités marocaines, avec le ministère de la Justice, avec aussi la Commission nationale sur la lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce cas-là, pour former les professionnels, les universitaires, dans tout ce qui est la matière d'éducation pour comment lutter contre ce fléau. Évidemment, c'est une question très importante pour le Conseil de l'Europe et pour nos 47 États membres.